ديال الروح الانسانيه، ان كنا باغيين وليداتنا ان شاء الله يكونوا واحد الناس، يكونوا واحد النموذج، يكونوا واحد القدوه، لان الرياضه والدراسه كنعرفهم بجوج راه مهمين في حياه الاطفال وفي حياه الاسر. وكنطلب منكم اولا قبل ان نشوفوا باقي مواد ديال هذا الحفل، غادي نطلبوا كلكم انكم تصفقوا بحراره على المراه المغربيه. اولا وقبل كل شيء اشكر الصحافه الذين حضروا معنا في هذا اليوم التواصلي، والشكر موصول لكل الحضور الكريم واباء واولياء التلاميذ. صراحه الاخذ هذه البادره بالاستثمار في القطاع الخاص هو لم ياتي بالصدفه، ولكن اتى عن معايير اتخذت من في خلال جائحه كورونا، حيث قمت بتحليلات ووضعت على عاتقي انني يجب ان استثمر في هذا القطاع للنهوض به رغم كل العوائق. فبالمناسبه يعني قررت ان اتواصل في هذا اليوم التواصلي باش ناكد لمجموعه من الاباء الصورة الإيجابية للمدير الإيجابي والرئيس المدير العام الإيجابي الذي كله تجارب ميدانية سواء في قطاع التكوين المهني أو قطاع وزارة التربية الوطنية. والحمد لله قمت بورشات مع الوزارة وأخذت كل التجارب، وسوف أحط الرحال بهذه المؤسسة التعليمية الجديدة لمؤسسة إيبيا. مؤسسة إيبيا برغم أنها تنتمي لجهة قنيطرة شراردة بن حسن، فأنا أضعها في الخط الثابت وفي الطريق الثابتة لكي تكون من أحسن المدارس، ليست بلجيا ولكن من أحسن المدارس الموجودة بالمغرب، ونعتز بهذا وسوف أؤكد لكم هذه في الأيام أو السنوات القادمة. صراحة لم يأتي هذا بالصدفة، ولكن أتى لتراكمات بعد التحاليل التي حصلت عليها في الجائحة، وكل الناس كانت تخاف من الاستثمار وكل الناس كانت تهاب هذا الأمر، ولكن ما دام الإنسان عنده نوايا ثابتة بأنه يجب أن يستثمر في القطاع الخاص لأنه هو الدعامة الأساسية للملك محمد السادس نصره الله وأيده بولي عهده مولاي الحسن، فأنا لن أخلو هذه المسؤولية على عاتقي وسوف أحط الرحال بهذا القطاع وأعطي ما في جعبتي وفي كل كفاءاتي وأحطها لهذه الطلبة مستقبلا حاليا وفي المستقبل إن شاء الله. الكوتش أزهار شهيد مدير عام أكاديمية التفوق للتدريب وتنمية المهارات وأم تلميذ بالمؤسسة. أولا كنبغي نشكر بزاف المدير العام الجديد على هاد البادرة الطيبة اللي جات يعني متزامنة مع عيد المرأة، وجات متزامنة مع امتلاك المؤسسة الجديدة. كنتمنى يا رب العالمين بأنه يتوفق في هاد المهمة هذه، ومن خلال المشوار ديالو ومن خلال الكلام ديالو فعلا هو إنسان اللي عنده حرقة كبيرة، وهذا الشيء هو اللي محتاجينه حنايا في هذا المجال هذا، لأن في غياب ديال الحرقة تيغيب الضمير، وإلا غاب الضمير أكيد العمل ما كيكونش ناجح، وحنا راه وليداتنا كيبقاو أمانة ما بين يديه، وأنا أكيدة بأننا حطينا هاد الأمانة هذه لمن يستحقها. فأنا كنقدر بزاف هاد البادرة ديالو اللي هي صراحة طيبة ورائعة ونادرا ما كتلقاها. بزاف الناس اللي كيرفضوا تماما أنهم يواجهوا الآباء، ولكن هو بالعكس يعني بغى يشوف الآباء كاملين وعنده واحد الانفتاح على الآخر وواحد الانفتاح على هاد العمل هذا. فالشكر الجزيل له ونتمنوا له التوفيق بإذن الله تعالى.